هي مهرجانات لبنان الأولى، هي القلعة التاريخية التي تزداد مع السنوات تألقا وتوهجا بالرغم من كل شيء. هي مهرجانات بعلبك التي افتتحت لجنتها برنامجها لهذا الصيف في أمسية شبابية بامتياز تحمل شعار عيد الشباب بالليالي اللبنانية على مدرجات معبد باخوس، بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة وحشد من الشخصيات السياسية والفنية والاجتماعية. أول المهرجانات كانت بعلبك وبتبقى بعلبك الأولى، لأنه بما تحتويه من تراث ومن تاريخ وأيضا من تجارب على الصعيد الفني خلال يعني سنوات طويلة منذ أن بدأت المهرجانات في لبنان، كانت مهرجانات بعلبك هي الأولى. سعيد أنه عم نرجع هالرونق وهالثقافة وهالحضارة لبعلبك، وقدين احنا بحاجة نعطي رسالة عن بلدنا أنه بلد السياحة وبلد الاستقرار والأمن وبلد المحبة، وتعكس حضارة لبنان وحضارة وتاريخ بعلبك، وتعكس اليوم الأجواء الثقافية اللي هي عم بتعم إن شاء الله كل لبنان وعم بتميز بلدنا. بكل سنة منجي بفرح وشغف وشرف على بعلبك، على مدينة التاريخ بلبنان وعلى مدينة الحداثة كمان، لأنه نحن اليوم بمهرجانات عم تستعمل التقنيات الحديثة والفن. هالمهرجان بيضل مهرجان الأم، هاللي هو منه ورايح بقادة المهرجانات. نحن أولاد هالمهرجان، نحن فتنا من هالباب الذهبي وطلعنا على الجمهور من هون من هالقلعة. مهرجانات رائعة، بعلبك عطول رائعة، بأهلها وبناسها وبلعتها وبلجنة المهرجانات وبمضمون المهرجانات. أنا فخور جدا بمهرجانات بعلبك. الحفل أحياء الفنانون رامي عياش، ألين لحود وبجيتياغي، واستمع عشاق الأغاني التراثية التقليدية والبدوية والشرقية لمقاطع من نتاج هامات فنية كبيرة، فيما تم في الختام تكريم الكبير روميو لحود.